حمامي العنبوري والحنوني بأجواء الشجوري والحنوني وكل المبنى هواهم والحنوني بعد ما الكون غناني طرايا ببيروت وتحديدا بشارع الجميزه. الموسيقى اللي بنسمعها هون موجوده بعده اماكن بالعالم، بس اللي عم فتش عليه هي الموسيقى التراثيه والتقليديه واللي عمرها مئات السنين واللي بعدها عايشه بعده مناطق بلبنان. خلونا نترك هالاجواء ونشوف لوين رح نوصل. طالعة مدينة بعلبك اللي بعدها محافظة على موسيقى تقليدية كتير حلوة، هي العتيبة والميجنة والدلعونة. مرحبا توني. كيفك عبير؟ منيحة. شو؟ عبعلبك؟ عبعلبك. يلا. بيقولوا إنه ابن المدينة ما بيردد دايماً الدلعونة والميجانة والعتيبة، لأنه المسيحة الأكبر لهالتراث موجودة بجبال لبنان وسهله. لهالسبب رح نتوجه سوا على سهل البقاع، نبع من الينابيع الأساسية لهالتراث الموسيقي. يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بكم شي وروح اسأل لي حبيبنا بكم شي ياب. عساك عساك تعود وموفق بكم شي بكم شي من تراب المشوا عليها الحباي هلي 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 اوف يا ضي ويا ميجنة ويا ميجنة ويا ميجنة. العتيبة من الألحان الشعبية اللي عمرها فوق الأربعمائة سنة وبتجمع لبنان، سوريا، فلسطين والأردن، ومثل ما اسمها بيعبر عنا كانت بالأساس موسيقى العتاب والشكوى، موسيقى العواطف والحب. مع الوقت صارت تعالج كتير مواضيع تانية. بعد مشوار ساعتين وصلنا عبعلبك أو مدينة الشمس اللي بعدها عايشة التراث القديم مع الربابة والطبل والمزمار. Thank you.
هلا. واخيرا وصلنا عند علي حليحل. يا عمي يا عبيتك توصل. الله يخليك. مرحبا. اهلا. مرحبا. كيف صحتك؟ الله يخليك. ماشي الحال؟ مرحبا. كيفكم؟ ان شاء الله ما تعذبتوا على الطريق. بتستاهل كل عذاب واكثر. الله يخليك. على كل هذا بيتكم هون، مزرعتكم وخيلكم وانتم من اهل البيت. شو بتشوفوا؟ شو المهره ولا هيدي فرس هيدي. وان شاء الله بدها تخلف، بدا يعني شيء 8 اشهر. يا الله. هي بتضل ما بيسوى فيها؟ من هوني ما بيسوى. ليه؟ لانه هاي المنطقه بتغار ابنها هون. هي مجرد ما حست في بطنها فلو يعني مهر بدها تحميه. تحمي، بيقولوا بتحمي. الله سترني يعني. لا، اما هي اصيل يعني. تأكلت. لا، هي نوعها اصيل. نعم. شفتيها زاحت ما ضربت. آه. لو مش اصيله ضربت قبل ما تزيح. شو حلو. بتعرفني على المطرح؟ مو مطرحك، انا ناطرك تقولي لي تفضل. تفضل. ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا يا مرحبا بقدومكم يا حبابينا يا مرحبا بقدومكم يا حبابينا شرقي يا شمسنا علينا وهلي عيني دمعتك صبي وهلي وانتي رحبي فينا وهلي لانه البيت بيتك والرحاب. الله تسلم. انتي رحبي فينا وهلي لأنه البيت بيتك والرحاب ولوايلي هي بوي. الله يعني يسلم تمك. الله يسلم تمك. في أحلى من هيك ترحيم؟ كمان هلأ بالنصيفة. أنا بعرف لها أصول. هيدي القهوة طبخها بياخد معنا 3 أيام. قولي أول فنجان هو لازم يشربه صاحب البيت فيطمن الضيوف. اسمه فنجان الهيف. صحة. هلأ ثاني فنجان اسمه فنجان الضيف. كيف علي؟ الله يخليك. هذا فنجان الضيف. شو حلوين هالصور. هاي صور قديمة كلها. هاي بأحد الملاقي الرؤساء على زحلة. هيدا اللي حامل الرمح خال خالي يعني خال والدتي. نعم. اسمه حسين مرسل. أقولك في شي بيت عتابة عن هالموضوع أو شو كانوا يغنوا بوقتها؟ كان أكثر شي قال الظهر الخيل الحدا. يا بيني واش لك عندنا واش لك علينا يا حزين. هذا الحدا القديم، هذا اللي بيقولوه بالهيك المناسبات يعني. علي حليحل، كيف وصلت العتابة والميجنة على بعلبك؟ بالأساس هي صنعة أندلسية، بس بلا الختمة اللي هي بودية والعبودية والألاف به. كانت من طرقت البابا حتى كلمتني. يعني قصيدة، نوع من القصيدة؟ نوع من القصيدة يسمى مربوع. ايه. وبعدين لوين راحت؟ إيه. بعدين اجت ببغداد، يعني كانوا يتأثروا بالحضارة العربية. اللي جاب العتابة من العراق لهاي البلاد هو عبد الله الفاضل. هلا العتابة مع الايام بتعرف الشيء جميل بينتشر مثل اغنية. صحيح. بس بطيء الانتشار، عم تحكي بمئات السنين. صحيح. الشعرة جابتها انتقلت من بلد من خلال المديح والمناسبات وصلت لسوريا، صار صنع رجع له، صار إلى صنعة لبنانية. صار عندنا مصطلح بيقولوا عتابة شرقية وعتابة غربية مثلا. سمع غدو يا لوعتي وعالبال والنون ومن دموع العرب القيد والنون هو يا دمعي حير القرطاس
والنون ورسولي شعل كفوف الكتاب. بسمعك هلا الغربيوي ميزوا فيه اهل بشري اهل اهدين اهل هودي كانوا يقولوا الغربيوي مثلا يعني والكسره القديمه ميجانا ويفرح يا قلبي بوجود احبابي حبايب سلمي لي ما بقدر عن ضروب سلمي لي ولا بقدر في جفوني سلمي لي إذا ما تكحلوا بشوف الحباية دلعونا والهوارة من بعلبك الأساس هن انتشروا بالعالم من بعلبك من هون تسمت الدلعونة على اسم نقشة وماشطة كانوا نقشة تنقش يعني الإيدين وماشطة الماشطة اسمها دلعونة والنقشة دمعونة وكلمة دلعونة يعني أكيد جاي من الدلع في عندك موال الدلعونة في أصيد دلعونة يعني دلعونة شو الفرق بين موال الدلعونة وأصيد الدلعونة؟ هي الأصيد الدلعونة ايه؟ بتبقى أكثر من ثلاث قوافي هي دايماً بتترافق مع الدبكة يعني هي هي من أحد أغاني السريعة للدبكة وبتختلف من منطقة لمنطقة بالجبل بغنوها شيء كل البلاد هلأ عنا ببعلبك ايه؟ على الهدف لا إلها ثلاث لهجات هلأ اللهجة البعلبكية القديمة يعني المعتبرة اللي كانوا يغنوها الكبار هي التقيلة لك ويلي ويل حالي ويلي يدا العونة الله معاهم راحوا وخلونا يا أمي جدلي والله معاك إن حبيتي بدلي يا طير الطاير عجناحك خود لي من الرسالة للبيحبونه
أو من الرسالة لقلبي حبونا ويلي من عيونك شو عذبونا. هاي القديمة بندبك عليها دبكة تقيلة يعني، بقت ما بقى بصير سريعة. في عندك بعد هيدي 20 لحن سريع. ويل حالي ويلي دلعونا والله ما عام شو عذبونا. تاني أم جم الجدايل يم الجدايل وزعلاني مني الزعل ما يسايل. لما نكون بالبقاع ما فينا منزور دير الأحمر، هالبلدة اللي بتمتد جذورها لزمن الحضارة الفينيقية، هي اليوم بيت الدبكة والدلعونة. والدبكة هي الرقصة الشعبية المرتبطة بالدلعونة. أهل دير الأحمر هني أهلها وأهل الكرم وحسن الضيافة. يا ست عبير أهلا وسهلا بكي، ولا تتعجبي لو كان شخصي بكي. طيب نعم نعم. ولما شفتك انصاب قلبي بكي، لك ردي عيونك حاجتك وقلوبنا. نحن دبكتنا تراثية من قديم من زمان. نعم. هالدبكة نحن من دلعونا كانوا هالعالم بس بدهم يعملوا شغلة، بدهم يعمروا او بدهم يسقفوا بيت، كانوا البيت يسقفوا بتراب. ما كان في بطال. نعم. يحدلوا شو كانوا، ما كان في هال، يطلعوا هالعالم يجوا جمعيه مثلا بلش هالبيت هون يتجمعوا دلعونا من هون بيت فلان عن يعمر يعيطوا في واحد كان صوات يعني ما كان في لا تليفونات ولا كان صوات يسموه حواط. حواط يعيط بيت ضايعة، تعالوا محل عندنا بيت بدنا نعمر. تجي هالعالم بتجمعوا ويبلشوا يزقوا ويترابوا يعمروا ويسقوا البيت. تطلع هالعالم يبلشوا يدعسوا ويرصوه. بصوا هيك ما هن كانوا محبين لبعض، كان في محبه كثير قويه بين العالم اجمعين. ما كان انه فرد، كانت العائله فرد عائلي يعني، يجتمعوا ويبلشوا ويغنوا على دلعونا وعلى دلعونا ويهزوا بكتافهم ويرصوا بجناين وكذا. هيك بلشوا الدبكه وبلش بالدق المجبور. طيب سمعنا دلعونا. سلم تمك. اللي بيمسك على الدبكة يعني اللي بيكون على الراس شو بيقولوا له؟ هيدا بيقولوا له اللاوي. لاوي. لاوي. من وين اجى هالاسم؟ نعم. من وين اجى هالاسم؟ هيدي اخذينها من جدودنا، انه لما بيلقط على الراس الدبيك، الدبيك اللي بيلوح مثلا وهو بيلعب بالدبكة بيسموه اللاوي. واللي بيلقط على اخر الدبكة بيقولوا له دنب. هيدا طب اللي بيرقص بالاول بنلاحظ يعني بيكون عم يدبك غير يعني. أيه. هو بجمد هو بجمد الدبكه. انت بتتمرن عليهم خطوات او بيطلعوا هيك تلقائيا عفويين؟ لا كل مره كله تمرين يعني. كله تمرين. كله تمرين. كله تمرين. وفي ناس مثلا هوايه عنده الواحد بيحب الدبكه يعني هوايه كمان، واذا ما عنده هوايه ما بيعرف شيء، ما بيقدر يمشي بالدبكه. طب دائما الدبكه بتكون رجال وستات او في دبكه خاصه للرجال ودبكه للستات وفي لا اجمالا يعني هي دائما انه هي الدبكه رجال ونسبان
موجودة، عرفت كيف؟ بتعطي لون الدبكة حيوية، بتعطي حماس، بتحمس الكتف يعني على الكتف. أيوة، إنه بصير في دبكة تعطي حماس أكثر. بدي خبرك شيء كمان عن الدبكة. أيام زمان أيام جدودنا أكيد كان كتير قلوبهم طيبة، لو واحد زعلان من جاره لحد الموت يعني، وقتها تصور دق المجويز ويقوموا على الدبكة يمسكوا هيك إيديهم ببعضهم هيك هيك، معناتها خلص انتهى كل شيء ويقوموا يدبكوا. من هون اجت هيدي المسكه، اجت مسكه الدبكه هيك. الإيد بالإيد وخبطة قدم، الدبكة بدون شك هي رقصة تعكس الروح الجماعية اللي بيتميز فيها المجتمع القروي والشرقي وخاصة المجتمع اللبناني. من لبنان والبقاع بالتحديد، تراث كبير وعريق بعتيبة وميجنة ودلعونة، موسيقى حاملة مع نغمة تاريخ وتراث وحضارات تخدنا بجمالها لأبعاد ما إلى حدود. وحياتك يا نور عيون ما بنسى هواك ولو قطعونا، أنا وحياتك يا نور عيون ما بنسى هواك لو قطعونا.